فرضا وانتهت حكومة نتنياهو وولت إلى مقبرة التاريخ إن شاء الله، سؤال لحضرتك، نتنياهو كيف سيحاكم؟ على ماذا سيحاكم؟ وما الانتهاكات التي قام بها بحقوق الإنسان مثلا؟ يعني إذا سألتيني سيحاكم دوليا أقول لك لا، لأنه يحاكم دوليا لأن الإجراءات وأمر القبض الدولي، إذا تسمحي لي، إجراءات يعني إجراءات الكيان المحتل هي مستمرة يعني بالضد من الشعب العربي والشعب الفلسطيني وأيضا اللبناني فعليا. لكن إذا تسأليني أمر إلقاء قبض دولي بحق نتنياهو، أمر إلقاء قبض دولي من ينفذه إذا كانت توفرت هناك إرادة دولية لتنفيذه؟ أي فعليا إرادة دولية لتنفيذه. على سبيل المثال مثلا بوحدة من الدول اللي هي موقعة على النظام الأساس لتشكيل محكمة روما، النظام الأساس لروما اللي شكل المحكمة الجنائية الدولية، إذا أحدى الدول وموقعة عليه تكون ملزمة بتسليمه، زين، تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، هذا أمر، هذا أمر دولي مفروغ منه. طيب. لكن هو من تعمد السفر من 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 الكيان الصهيوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هو يدرك فعليا أنه لا هو ولا الولايات المتحدة الأمريكية موقعين على صكوك الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ممارسة الاختصاص وتطبيقه فعليا غير وارد، مثل ما حصل ويا سلطان الحسين. وبالتالي أحسن، نعم. أحسن. وبالتالي يعني مثل ما تفضل، وبالتالي لم يغادر العراق، فبالتالي بقى محصور في الإطار الجغرافي اللي يأمن له، زين، يأمن له الحماية. لكن داخليا ممكن يحاسب إذا كانت هناك فعليا، إذا كانت هناك فعليا كثير من القضايا التي من الممكن أن يحرك القضاء، نعم، الإسرائيلي بعض القضايا. على سبيل المثال الرئيس الإسرائيلي الأسبق أو رئيس كيان الصهيوني الأسبق أولمرت فعليا اتهم بقضايا فساد، وبالتالي حوكم وسجن.